أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عن قلقها بشأن تدهور أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، مناشدة الجهات المانحة إدراك معاناة السوريين ومواصلة دورهم كمانحين، مشيرة إلى أن خفض قيمة القسائم الغذائية أثر سلبا في الأمن الغذائي لغالبية اللاجئين ودفع البعض إلى تشغيل أطفالهم. معي من عمان عبر سكايب الدكتور فاضل الزعبي، الخبير خبير الطوارئ بمنظمة فاو. أهلا بك معنا دكتور فاضل. كيف يمكن أن نتحدث اليوم، أو ما الخيارات التي يمكن أن نتحدث عنها كبدائل بعد طبعا دق ناقوس الخطر؟ الخيارات واحدة فقط لا غير، خاصة مع تدهور الإنتاج الزراعي سواء داخل سوريا أو خارج سوريا بفعل الأزمة والشروط الأمنية، وقيام الدول المانحة بضخ المزيد من الأموال من خلال المنظمات المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تقوم بمساعدة اللاجئين ومساعدة أيضا من هم في داخل سوريا واللاجئين في الأردن وفي سوريا وفي العراق. لذلك جفاف الموارد المالية يؤثر سلبا على ما تقوم به الأمم المتحدة، الخفض إلى 50%، وإذا استمر هذا الجفاف ممكن أن يتم الخفض إلى مستويات أقل، ومعنى ذلك ارتفاع نسبة الجوع وزيادة عدم تحقيق الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين في الدول المجاورة وفي داخل سوريا أيضا. لذلك لابد من أن تقوم الدول المانحة سواء التقليدية والدول المانحة الأخرى الغير تقليدية من المنطقة، لابد أن تقوم بدورها في توفير الموارد المالية اللازمة لسد هذه الفجوة الكبيرة جدا. إلى أي درجة كبيرة؟ يعني عندما نتحدث عن موارد مالية، ما الرقم الذي نحن بحاجة إليه اليوم لإنقاذ هؤلاء؟ هل هو رقم يعني أكبر من قدرة الدول المانحة، أم أنه فقط نتحدث عن تقصير هذه الدول؟ ليس أكبر من قدرة الدول المانحة، ومؤتمر الكويت الأخير الذي كان لدعم الدول السورية لدعم الشعب السوري واللاجئين وصل إلى رقم مطالبة المتحدة في حدود 4.5 مليار، وقامت العديد من الدول ببيان رغبتها في سداد أو في توفير المبالغ اللازمة، لكن لم يتم وفي تلكؤ في توفير هذه المبالغ. وهذا الرقم فقط عندما حسب ما ذكر تقريركم عندما ينزل إلى 50% الحصة بتخفيضها، معنى ذلك أنه انخفض بشكل حاد وكبير جدا. طيب، عندما نتحدث عن عدم تجاوب من قبل الدول المانحة أو عدم تجاوب كافي، ماذا يحدث بهذه الحالات؟ ما في عدم وجود ضخ لمزيد من الأموال اليوم بحاجة إليها، ماذا يحدث؟ وكما ترين الدول المستضيفة تقوم بواجب، ويصبح هذا عبء على هذه الدول المانحة، ولا ندري إلى الدول المستضيفة، ولا ندري هذه الدول مدى تحملها وإلى أي حد تستطيع أن تستمر بسد هذه الفجوة. لذلك لا نريد أن نحدث مشاكل أخرى مع تلكؤ الدول المانحة، وإنما نريد أن نحل مشكلة أولى بدل من أن نصبح في مشكلتين، مشكلة اللاجئين ومشكلة الدول المستضيفة أيضا. في فعلا فرق على الأرض دكتور فاضل، اليوم نتحدث عن فرق بعد تخفيض نسبة المساعدات هذه، بأنه اليوم لأنه ذكرنا أيضا بتقريرنا أنه هناك تشغيل لأطفال اليوم، لأنه طبعا وضع الأسر بات أسوأ حتى من قبل. نعم، هذا ما نخشاه دائما، نخشى من ضرب للنسيج الاجتماعي في حالة عدم توفر التغذية اللازمة، في عمالة الأطفال، العنف الأسري، أمور أخرى لا أريد أن أخوض بها أبعدها الله عنا، لكن حتما الأثار السلبية كبيرة جدا. الأسرة لا تسد الفرق بأي طريقة، وبالتالي إذا استمر المجتمع الدولي بتلكؤه إحنا راح ندخل في نفق مظلم آخر نأمل أن لا نصل إليه. أنا أشكرك جزيلا من عمان الدكتور فاضل الزعبي خبير الطوارئ بمنظمة الفاو. المزيد عن وضع اللاجئين السوريين في الأردن نتابعه في سياق هذا التقرير. لأن الوقت كارثة إنسانية بكل المقاييس يعيشها اللاجئون السوريون في الأردن بعد خروجهم الاضطراري من موطنهم سوريا أملا في واقع أفضل من واقعهم، إلا أن الواقع في الأردن خيب آمالهم في العيش بأمان واستقرار.
مأساة يومية يعيشها ما يزيد عن 1,390,000 سوري، أكثر من نصفهم مسجلون بصفة لاجئين في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750,000 منهم دخلوا قبل الثورة بحكم النسب والمصاهرة والتجارة. برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر من أجل أوضاع السوريين المتدهورة في الأردن، ويناشد الجهات المانحة لإدراك حجم المعاناة اليومية التي يشهدها واقع اللاجئين السوريين. نداء مستعجل كذلك تطلقه الأمم المتحدة لمواصلة العطاء بسخاء حتى تتمكن الجهات الفاعلة من دعم الأسر البائسة إلى أن يتمكن أفرادها من العودة إلى ديارهم. المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة كشفت عن معاناة من نوع خاص جدا تضاف إلى سلسلة الآلام للاجئين السوريين، ويكون المتضرر من الصف الأول فيها الأطفال، حيث أثر خفض قيمة القسائم الغذائية التي تعتبر هبة دولية للاجئين، بالإضافة إلى تقليص الدعم المقدم من الوكالات الإنسانية الأخرى، سلبا على الأمن الغذائي لغالبية اللاجئين، فيما لجأ العديد منهم إلى تدابير قاسية مثل إخراج أبنائهم من المدارس لإرسالهم إلى العمل واستدانة مبالغ كبيرة، بعد أن خفض البرنامج مستوى المساعدة التي يقدمها لما يقرب من نصف مليون لاجئ سوري يعيشون خارج المخيمات في الأردن، وذلك بسبب النقص الحاد في التمويل. برنامج الأغذية العالمي بصفته أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع يجد نفسه في الوقت الراهن عاجزاً عن إدارة أزمة اللاجئين السوريين في الأردن، ويطالب $45 مليون لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية إلى العدد المهول من السوريين الذين يعيشون في الأردن حتى نهاية العام.